طب صباحكم مشاهدينا بكل خير ومرحبا بالجميع معنا في عدد جديد متجدد من برنامج بصراحة. احتفل الوطن العربي يوم أمس الأربعاء باليوم العربي للبيئة الذي يتزامن مع 14 من أكتوبر من كل سنة، لكن هذه السنة مشاهدينا يأتي الاحتفال في وقت توجه فيه الدول العربية بصفة خاصة والعالم بصفة عامة جائحة كورونا. مشاهدينا، هذه المناسبة تعد محطة سنوية لإيجاد حل لكل المشكلات البيئية من قبيل تحديات تغير المناخ وآثاره المتمثلة في التصحر والجفاف وأيضا ندرة المياه والفيضانات والاحتباس الحراري ثم تلوث مياه الأنهار والمحيطات والنفايات الكيماوية. اليوم مشاهدينا نحن في برنامج بصراحة تستوقفنا هذه المناسبة للتعريف بما يتهدد الدول العربية من مخاطر بيئية تستهدف منظوماتها البيئية، فكيف هو واقع البيئة بالوطن العربي؟ لهذا الغرض سنستضيف معنا من الأردن الدكتور فيصل أبو السندس مدير مركز الشرق الأوسط لتمكين المبادرات وخبير دولي في المعايير البيئية. مرحبا بك معنا دكتور فيصل. مرحبا بكم أخت هديجة، يعني صراحة أنا من الأردن بنقل سلامي إلى محطتكم الراقية وإلى برنامج بصراحة، وطبعا إلى المغرب الحبيب وكل المشاهدين من الوطن العربي. كلنا حب للمغرب ونتمنى إن شاء الله قريبا جدا بعد انتهاء أزمة كورونا أنه نعود نزور هاي البلاد الجميلة ونشوف أهلنا الطيبين على أرض الواقع وليس من خلال الشاشات. طيب، إذا أرحب مرة أخرى مع جزيل الشكر بالأستاذ سعيد شكري الخبير الدولي في القضايا البيئية والتنمية المستدامة ومستشار البرنامج. صباح النور أستاذ سعيد ومرحبا بك. صباح النور الأخت خديجة، ومن خلالك صباح النور جميع الأخوات والإخوان المشاهدات والمشاهدين وأيضا المستمعات والمستمعين، ونتمنى أن تكون حلقة ناجحة إن شاء الله. مرحبا. إذن أرحب بضيوف هذه الحلقة ونبدأ إذن مباشرة معك أستاذ سعيد الشكري. ربما الوضع الحالي للموارد الطبيعية والبيئية بالوطن العربي، ولكن دعنا نلقي الضوء على شمال إفريقيا. ما هي الإكراهات، ما هي الرهانات، ما هي التحديات برأيك؟ فعلا الأخت خديجة، ونحن نخلد اليوم العربي للبيئة، وهذه مناسبة أيضا لنذكر بأهمية هذا اليوم من خلال أنه يكون محطة كما ذكرت في مقدمتك لتداول بعض النقاط وأيضا للنقاش حول بعض القضايا. ربما هذه السنة ركزنا على النفايات الإلكترونية والكهربائية، ولكن السنوات الأخرى كان التركيز على مواضيع أخرى، وهذا هو الغاية من هذا اليوم بحيث أنه يسطر بعض الأولويات ويناقش بعض الأولويات حتى تكون بالحق هي من بين يعني النقاط التي تتداول خلال السنة. دعني أقول لك وأنت تتكلمي على خصوصا في شمال إفريقيا. عندما نتكلم عن شمال إفريقيا الجميع يعلم بأننا من المغرب إلى مصر إلى السودان ليبيا تونس الجزائر موريتانيا، هذه كلها بلدان صراحة بقدر ما تتميز بغنى في تنوعها البيولوجي، ونتكلم أيضا عن نقطة ساخنة من حيث هذا التنوع وهذا الغنى، بقدر ما نتكلم أيضا عن بعض الإكراهات وخاصة منها ما هو يعني مباشرة نتيجة لبعض التوازنات الطبيعية وأيضا بعض الظواهر التي أفرزتها هذه المعطيات الأخيرة وخاصة التغيرات المناخية. تمام. الاعتبار أيضا هي أيضا هذه المنطقة ديال شمال إفريقيا هي نقطة أيضا ساخنة من حيث التغيرات المناخية ومن حيث التأثيرات أيضا ديال مجموعة من الإكراهات اللي بغينا نسميها البيئية والتدهورات البيئية، لعل تراجع المواد الطبيعية والتلوث ديالها بمختلف الوسائل وما تطرحه من إشكالات، وخاصة إذا استحضرنا الأخت خديجة البعد البيئي في يعني المخططات التنموية وأيضا في علاقته بالتنمية. طيب دكتور فيصل أبو السندس، الآن على مستوى الوطن العربي ما هي الإشكالات، ما هي التحديات، ما هي الرهانات التي تعرفها البيئة العربية؟
أستاذ، يعني قبل أنا ما أحكي عن البيئة، يذكر يعني يحضرني أنه في لقاء كنت مع زميل من إفريقيا، وكنا نتناقش أنا وياه عن أسباب الفقر اللي موجودة في قارة إفريقيا، فحكى لي في هذا الوقت موضوع أنا أثار انتباهي بشكل كثير كبير. قال نحن فقراء لأننا أغنياء. بحكي له اشرح لي يعني كيف انتم فقراء بسبب الاغنياء. بقول نتيجه الغنى البيئي والطبيعي في افريقيا تعرضنا الى كل انواع الاستعمار وكل انواع الحروب وكل انواع الضغط، واصبحنا عمالا عند الاخرين. وانا اللي بدي احكيه انه احنا في منطقه الشرق الاوسط، طبعا لما اقول عن منطقه الشرق الاوسط اكيد لا يفرق كثيرا عن دول المشرق العربي، انه نتيجه هاي الميزات البيئيه العاليه جدا في منطقتنا، مثل ما حكى الدكتورنا الاخ سعيد عن التنوع البيولوجي، التنوع المناخي، وجود الخيرات الطبيعيه، ادى الى وجود تدخلات كثيره جدا من دول كان انها الاصل فيها انها جايب فقط للتاثير على هاي المصادر الطبيعيه والاستثمار فيها او اخذها، وبالتالي حرمتهم العربيه واثروا على هاي. لكن اذا بدي ادخل على النواحي الفنيه واحنا ايش اهم المشاكل اللي بنعاني منها، صراحه جزء كبير منها جزء تخطيطي، فما زلنا كمواطنين وحكومات نعتبر ان البيئه رفاها وليست احد اضلاع التنميه المستدامه. طيب دكتور فيصل، وهي دكتور الاقتصاد والمجتمع والبيئه. تفضل دكتور فيصل. يعني دعني الان القي الضوء معك على الاسباب الحقيقيه لهذه الاكراهات، ما هي؟ زي ما حكينا، يعني واحدة من الأمور الأساسية اللي داخلي إنه ما زلنا كحكومات ومواطنين حتى هذه اللحظة لا نؤمن بأن البيئة هي أحد والبيئة ما زلنا ننظر إلى البيئة إنها عبارة عن رفاه ولا تعنينا بشيء، لأنه في ناس كثير ينظر إلى البيئة ومكوناتها إنه عبارة عن شغلة بسيطة جدا، وإنه هذول المطالبين في المحافظة على البيئة هم أناس طالبوا برفاهية على حساب الاقتصاد وعلى أمور كثيرة. الأمر الثاني، البيئة برضو لا تعتبر أولوية في حكوماتنا، وخلينا نرجع إحنا نحكيها بشكل كثير واضح. في غالبية دولنا العربية في المشرق والمغرب ما زالت وزارة البيئة تعتبر نعتبرها احنا كلمة بنسميها حشوة، وهي زيادة في الحكومات ولا تعتبر وزارة من الوزارات أو المهمة جدا. طيب سأتحول للأستاذ سعيد الشكري فيما يتعلق بهذه النقطة. ربما الآن نبحث في هذه الأسباب الحقيقية وراء هذه الإكراهات. أستاذ سعيد الشكري، ربما فيما بعد أود أن أستفسر عن الرهانات التي تطرح اليوم بحدة على هذه الدول برأيك، ودائما بقوا في هذا الإطار ديال الإكراهات. نعم، دعني أقول لك في إطار الأسباب، والدكتور فيصل ركز على بعض الأسباب. صحيح. ربما أنا أعتقد أننا في إطار هذا العصر الجديد وقع واحد النمو واحد التوسع حضاري وتمدن. إن من أكبر الأسباب الأخت خديجة هو أن هذه الزيادة ديال السكان وخاصة في العالم العربي، ونحن نعرف بأنه مش تضاعف فقط ولكن زاد أكثر بالسنوات الأخيرة بشكل يعني كبير جدا. وعندما نتكلم مثلا ملي كنتكلموا على الأسباب هي الزيادة في السكان، فهذا بضغط حقيقي، ضغط غير مباشر على الموارد الطبيعية وخاصة العربية، وكنعلم بأن هناك موارد محدودة في الوطن العربي. أيضا دعني أقول لك، وهذا أيضا إشكال كبير جدا وربما أشار له الأستاذ فيصل، هو فيما يخص نمط استهلاكنا. ونحن نتذكر يا خديجة أننا نتكلم دائما على نمط استهلاكنا، وهذا التغير الذي حدث في أساليبنا وأيضا حتى في أساليب التنمية السريعة ديالنا، هذه العادات الاستهلاكية أحيانا تكون غير صحية، تؤثر بشكل قوي على الموارد الطبيعية. أستاذ سعيد شكري، عفوا على المقطع، ولكن قبل ما ننتقل للدكتور فيصل أبو السندس، ربما الآن أمام هذه الإكراهات كيف عالجت الدول العربية هذه الإشكالات البيئية على المستوى القانوني وأيضا التقني؟ ربما هاد النقطتان تطرحان بحدة، يعني القانون والمستوى التقني.
شوفي الأستاذ، يعني إحنا عشان نكون واضحين بشكل كثير واضح، البيئة إحنا بنعتبرها دائما العناصر البيئية هي عبارة هي عابرة للقارات والمناطق، لا يمكن فصل البيئة والإكراهات أو المشاكل البيئية اللي موجودة في بلداننا عن الدول المحيطة سواء في المشرق العربي أو المغرب العربي. فعشان هيك نفس القرارات التي تصدر للتعامل مع هاي الأمور هي غالبا لا تكون نابعة فقط من الدول العربية، لأنه إحنا لو أخذنا كل الإجراءات الحكومية والرسمية والشعبية ولكن بنفس الوقت هناك تأثيرات واضحة من الخارج على المناطق البيئية العربية، فراحين نكون إنه دائما في فراغ. فعشان هيك الدول العربية إحنا بنعرف إنه في الكثير من الاتفاقيات الدولية، كثير في عنا من التشريعات العابرة للقارات التي يجب على الدول في جميع الظروف إنه المصادقة على هذه الاتفاقيات. إحنا نكون واقعيين، بعض هذه الاتفاقيات إحنا نوقع عليها لكن عند التطبيق أكيد بحاجة إلى عمل كثير من المنظمات. بنفس الوقت إذا دخلنا على العوامل التكنولوجية برضو كثير عندنا من العوامل اللي ساهمت فيها. فلو أخذنا مثلا على مواضيع المياه، إحنا بنعرف إنه في عنا ندرة كبيرة جدا في الوطن العربي في موضوع المياه، وإحنا بنعرف إنه كل المؤشرات هي العنصر الأساس في الحروب القادمة. وبنفس الوقت حتى نوعية الهواء، لو أخذنا إنه تخيلي إنه في حرب الخليج فقط في فترة بسيطة جدا تم إشعال أكثر من 15 مليون برميل من النفط في العراق وحدها. وبنفس الوقت التغير المناخي، صحيح قد لا نكون إحنا كدول عربية إحنا جزء متأثرين فيه أكثر من إنه دول إحنا منتجة لثاني أكسيد الكربون. فعشان هيك حكوماتنا حتى هاي اللحظة هي تحاول أن تصادق مع بقية الدول العربية على الاتفاقيات الدولية، تحاول أن تطبق بعض الممارسات. طيب دكتور فيصل، سأنتقل الآن لأستاذ سعيد شكري. دائما في هذه النقطة بالذات ربما الأطراف المعنية هنا نتساءل كيف أنها ساهمت في إيجاد أو ربما تدير بشكل متكامل وتدبر هذه الموارد الطبيعية برأيك؟ هو أكيد كما ذكر الدكتور فيصل، لعل الاتفاقيات الدولية ونحن دائما نتذكر عن اتفاقية ديال ريو ديال 1992 كانت محطة أساسية ليست فقط في دول العالم ولكن حتى في الدول العربية. لعل عندما نرى أن بعد يعني ما يسمى بالمبادرات في اتجاه البيئة من مؤسسات من قوانين غادي نلاحظوا بأنها تأتي مباشرة بعد هذه السنة ديال 1992. ولعل جميع الدول العربية، وهذا شيء جميل جدا، عندها الآن مؤسسات، عندها قوانين بيئية، عندها استراتيجيات، عندها خطط العمل البيئي، وبالتالي أنت تكلمتي على تلجأ التكنولوجي، عندها إرادة لتغيير هذه التكنولوجي نحو ما هو تكنولوجيا أنظف. ولكن كتبقى إلى أي حد هذه القوانين في الدول العربية ما زالت مجزأة. أنا كنقولها دائما لحسن الحظ، مثلا في المغرب عندنا الآن ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة اللي هو بمثابة واحد المدونة، شيء جميل، ولكن ما زالت في بعض الدول العربية مثلا قضايا الماء كنناقشوها بوحدها، القضايا ديال التغيرات المناخية نناقشوها بوحدها، باقي ما عندناش هذيك الرؤية المندمجة المتكاملة، وهذا شيء مهم جدا. أيضا كما ذكر الدكتور فيصل فيما يخص حتى هذه المؤسسات وهذه الوزارات ما اعطيناهاش واحد القوة كافية فعلا من جعل القضايا البيئية أولويات في السياسات العمومية، وهذا إكراه. لأن ملي كنشوفوا المهام ديال هذه الوزارات هي مهام بسيطة جدا تنسيقية، تنسق مع من؟ تنسق مع أحيانا وزارات أكبر منها. هنا أتدخل عذرا على المقاطعة أستاذ سعيد شكري فيما يتعلق الآن بالمجتمع المدني. أي دور للمجتمع المدني المغربي أو العربي في تطوير آليات الحكامة؟ ربما سأناقش من زاوية والدكتور فيصل يكمل من زاوية أخرى. لأننا بطبيعة الحال بحكم أن ما زالت يعني هذه الرؤية ديال الحكومات وأيضا القطاعات الأخرى للمجتمع المدني ما زالت لم تأخذ بعين الاعتبار الأهمية ديال المجتمع المدني ودوره. ربما الآن جميع الدول ركزت على دوره من خلال الدساتير ديالها، من خلال القوانين ديالها، ولكن صحيح. إلى أي حد كاين هذه الثقة
وهذا الإيمان بقدرات المجتمع المدني. ربما هذه النقطة الأخت خديجة يجب مناقشتها على مستوى جميع الدول العربية بطبيعة الحال. نحن نحضر خاصة في الملتقيات الدولية ونناقش مع إخواننا على مستوى الوطن العربي وأيضا حتى مع الجامعة العربية نناقش هذه الإشكالات. ما زال يعني بصراحة المجتمع المدني خاصة في العمل البيئي يحتاج إلى تطوير أكثر، ويحتاج أيضا إلى أن يعني نقبله ونستعد أن نشاركه بمشاركة حقيقية من أجل فعلا بناء سياسات في إطار عمل متشابك. دكتور فيصل أبو السندوس، يعني فيما يتعلق الآن بتطوير آلية الحكمة كما طرحت السؤال على أستاذ سعيد شكري، أين يتموقع المجتمع المدني؟ ستي عشان نكون احنا كثير واقعيين، نعم المجتمع المدني احنا بنعرف انه صراحه يعني في بعض الدول العربيه ومثالها دول المغرب والاردن ولبنان ومصر، بعض الدول انه المدني يحاول وله يعني له مكانته ضمن المشاورات على الاقل في عمليه صنع القرار، لكن بنفس الوقت عشان وانا اؤكد على كلام الدكتور سعيد بدي اعطيك مثال على ارض الواقع. في الأردن عندنا ما يزيد عن 9000 جمعية غير بقية أنواع مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات. من أصل 9000 عندنا فقط ما يقارب 150 جمعية أو مؤسسة مجتمع مدني متعلقة في البيئة. هاي الجمعيات جزء كبير منها تحاول، ولكن مرات كثيرة أنه التحدي الأكبر أنه هذه الجمعيات محاولتها إما بتكون بشكل فردي ولا تشارك بقية مؤسسات المجتمع المدني في عملية الطروح للحلول، فبالتالي تنظر إلى الحكومات إذا بسيطة تحاول طرح بعض المواضيع وعشان هيك لا يسمع وجهة نظرها، وإما من الناحية الفنية ما زالت هذه المؤسسات بحاجة إلى كثير من الدعم الفني حتى تصبح قادرة على عمليات المدافعة والمناصرة بشكل يؤثر على صناعة القرار البيئي في بلادها. يعني هناك محاولات كثيرة ولكنها بنفس الوقت ليست أو ما زالت بحاجة إلى عملية التنظيم وبناء قدرات لهذه المؤسسات. والإشي الثالث أنا أؤكد على كلام الدكتور سعيد أنه الحكومة ما زالت تنظر بعدم الثقة إلى مؤسسات المجتمع المدني في عملية التعامل كجهة شريكة في صنع القرار. دكتور فيصل أبو السندوس، كلنا نعلم أن لجائحة كورونا أو كوفيد 19 له تأثيرات سواء كانت بالسلبي أو بالإيجابي. ما هي تأثيرات جائحة كورونا على البيئة في الوطن العربي؟ نعم دكتور فيصل. نعم دكتور، معلش نعيد السؤال شوية. كلنا نعلم أن جائحة كورونا كان لها تأثير على البيئة، يعني سواء كان بالسلبي أو بالإيجابي. نعم، ما هي تأثيرات كوفيد 19 على البيئة العربية بالوطن العربي؟ اوكي استاذ، يعني احنا بنعرف انه مثل ما حكينا البيئه هي عابره للدول والقارات. بنعرف انه بسبب ازمه كورونا قامت معظم دول العالم بعد انتشار الجائحه في نهايه عام 2019 وبدايه عام 2020 الى فرض مجموعه كبيره من القيود على الانشطه الاقتصاديه وحركه النقل البري والبحري والجوي، إضافة إلى إغلاق المؤسسات الصناعية الغير ضرورية وفي عنا اعتماد الحجر الصحي للسكان. هذا بشيد ساهم في تقليل التأثيرات البشرية على البيئة وعناصرها. لكن بنفس الوقت إحنا عشان نكون واضحين إنه هاي التأثيرات اللي بعض الدراسات البسيطة لأنه إحنا ما زلنا خلالها بينت انه في عندنا تقليل بعض التاثيرات، بدات عندنا بعض المظاهر مثل بعض البحيرات بدات تعود اليها المياه، بعض الطيور التي غابت ولم تسجل بالسنوات الاخيره بدات تعود، بعض انواع التنوع الحيوي النباتي بدات تظهر، وبنفس الوقت كميات ثاني اكسيد الكربون والنيتروجين وهي العناصر تواجدها. لكن بنفس الوقت في أن هناك لازم نميز بين التأثيرات الطويلة المدى أو إنها اللي هي اللحظية اللي إحنا متعامل معها كردة فعل. فحتى هاي اللحظة الفترة كثير قصيرة حتى نقول إنه هاي التأثيرات
إنها أو هذه التغيرات اللي صارت بسبب أزمة كورونا إنها أثرت بشكل كبير واضح على 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 هذا الموضوع. بنفس الوقت إنه رغم عدم ضماننا إنه هاي الحركة، لأنه أكيد ما بنقدر نخلي إحنا الناس موجودة في بيوتها ونوقف العناصر الاقتصادية إلى الأبد، لكن السؤال الأصح ماذا عملنا وماذا فكرنا إنه طالما إحنا الإجابة عن هذا التساؤل العريض دكتور فيصل أبو السندس ربما سنتركه عبر أثير إذاعة ميديا. إذن أدركنا الوقت، وصلنا لختام هذه الحلقة على قناة ميديا تيفي. كل الشكر لك دكتور فيصل أبو السندس، مدير مركز الشرق الأوسط لتمكين المبادرات وخبير دولي في المعايير البيئية. شكرا جزيلا لك، ولكن سنتابع الحوار عبر أثير إذاعة ميديا. الشكر موصول دائما للأستاذ سعيد الشكري الخبير في القضايا البيئية والتنمية المستدامة ومستشار البرنامج. لحظة وأعود لكم مستمعينا على الهواء مباشرة من خلال إذاعة ميديا، خليكم معنا.